الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. كان آباؤنا في الخليج يعيشون في عوز وإملاق وعناء، يتلمَّظون للقمة العيش تلمُّظ الهيمان للماء، أجسادهم من الجهد ضامرة متعبة مرهقة، وثيابهم من البؤس أسمال بالية خلقة، أدواء منهكة وأوصاب مهلكة، لكنهم كانوا ذوي خلق وديانة ومروءة وأمانة، متلاحمين متعاضدين كمثل الجسد، الكل يفزع إن وقع منهم أحد. مساجدهم بالخير معمورة، ومجالسهم بالفضل مذكورة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. في سنة 1867 أصاب الكويت ودول الخليج قحط عام، حتى عرفت هذه السنة بسنة الهيلك، وهلك الناس من الجوع، فتدافع المحسنون إلى إنقاذهم وإطعامهم، وكان من أكثرهم جودًا وعطاءً يوسف الصبيح ويوسف البدر رحمهما الله، فتحا منازلهما وأطعم الناس حتى أنقذوهما. إن الكويت حماها الله قد بلغت باليوسفين مقام السبعة الشهوب، تالله ما سمعت أذني ولا بصرت عيني بعزهما في سائر العرب. رحم الله أهل الخليج فأخرج لهم كنوز الأرض الباطنة، فصارت بلادهم بلاد خير آمنة، غدت أرواحهم طيبة مستقيمة، وعيشتهم هنيةً كريمة، وتوافد عليهم الوافدون من جميع الآفاق، ورفلوا معهم بنعمة الأمن وكسبوا الأرزاق، ذابت الفروق الترابية، وحضرت الأخوة والإنسانية. أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم؟ ألقت السلطات السعودية القبض على سودانية تدعى أشوة تيجاني، دخلت البلاد بجواز نيجيري مزور وخالفت الإقامة، فحكم القاضي بسجنها وإبعادها. فلما فحصوا أمرها وإذا بها حفيدة سلطان دارفور، السلطان علي دينار رحمه الله، والذي قتل شهيداً في مطلع القرن العشرين، وكانت صدقاته تبلغ الدنيا ومنها أرض الحجاز. فأمر الملك عبد الله رحمه الله تعالى بإطلاق إسراحها وإكرامها. يا أهل الخليج، ارحموا رحمكم الله متكسباً بعزة للقمة عيش، فإكرامهم نبل وإهانتهم طيش. واعلموا رحمكم الله أن النعم زائلة والبحبوحة مائلة، وانظروا إلى من حولكم من البلاد من أهل اليسار والغنى، كيف نُكِبَت بلادهم وصاروا أهل عوزٍ وضنى. وإذا أردنا أن نُهلِك قريةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحقَّ عليها القول فدمَّرناها تدميرًا.
اللهم إنا نعوذ بك من تحول نقمتك، تحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فمع كون انتساب الإنسان إلى بلد وبقعة ترابية مقبولاً شرعاً وعرفاً وواقعاً، إلا أن هذه الفروق الترابية كلها تذوب في سبيل وقفة الإسلام ونصرته. فالأخوة الحقيقية ليست أخوة التراب، إنما هي أخوة دين رب الأرباب. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم. فالله الله في من حولكم ممن وفدوا بلادكم طالبين مترزقين بعزة وشرف، احرصوا على إكرامهم، فإن إهانتهم تلف. والمسلم الحق هو الذي ينصر أخاه بما يستطيع، ما دام أنه يقيم بين ظهرانيه بحق وقانون ليس فيه افتئات على أحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته، وأن يعيذنا من الحور بعد الكون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم الطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال، وبلغهم من الفرج والخير والنصر منتهى الآمال. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وارزقهم البر والتقوى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير.